إنسان أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، كعبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا، عبادة مشاهدة أعلى المراتب. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. هذه هي مراتب الدين: إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. هذا حديث جبريل.